مضت الى فينيسوس، بينيه جميله داخل منطقه الجزاء، فرصه بحرينيه خطيره، جول بالنيران الصديقه، ولكن هذه المره من البديل فعلا، من البديل في شوط المباراه الثاني يسجلها في اللقطة الماضية. لاحظ الفرحة البحرينية الآن تأتي في هذه الأثناء من البلد. الغائب أرتيل في هذا اللقاء، بحرينية خطيرة، فرصة الثاني الثاني من جويل أنغوس، سجل واقتنص الغزال البحريني هدفا ثانيا الآن في الدقيقة 80، في العشر دقائق الأخيرة، الغزال جويل أنغوس يسجل هدف ثاني. فعلا هي الكرات المرتدة، هي الفرص الخطيرة للبحرين في شوط المباراة الثاني. يعتمد على نفسه بكرة قادمة، بينية جميلة، أرتيم، هذا الظهور الأول لأرتيم، ظهر أرتيم وظهر النادي الأهلي في هذه الأثناء بفرصة أولى لهذا اللاعب، سجل وقلص النتيجة الآن في آخر دقيقة، في آخر دقيقة من زمن المباراة، أرتيم يعيد الأهلي ولكن بالطريق الصعب في شوط المباراة الثاني.